أنا مش نحبش نحكي عليه بالخايب، معناته نحكي أم هو الحقيقة، معناته أنت لازمك تعرف حاجة اللي هو عبارة نادي الزمالك مش متاع الجمهور متاع الشعب متاعه، هو يحب يحكم هو في كل شيء، وهو كان يخرج يتكلم. ممكن أني نحبش نحكي لك طرف، أنت كان تدخل المكتب متاع مرتضى منصور في 20 تلفزة، وعشرين تلفزة تلقى فيها كل تلفزة تلقى فيها قناة، وعمل لي مشكلة قبل مع ميغال، وصلت طلبت منه السماح، كلمت كريم